مرحبا فيكم فيديو جديد. حابة أحكي لكم اليوم بناء على طلبكم عن النباتات اللي بتنزرع بفصل الشتاء أو بشهر واحد بالأخص، وبالأخص نباتات زينة. جبت لكم مجموعة من النباتات اللي ممكن تزرعوها فصل الشتاء وزينة وبنفس الوقت مزهرة، مش بس بتعطينا خضار، بتزهر فصل الشتاء وممكن تمتد لشهر 2 وشهر 4 كمان. هاي النباتات كمان زهرتها يعني منعشة، زهرتها لها ريحة حلوة، من أفضل الزهور على الإطلاق، أو من أكترها شهرة وأكترها حب عند الناس. أولا رح أحكي لكم عن التوليب، اللي هي زهرة التوليب. أنا جبت اليوم مجموعة من الزهور والنباتات اللي بتتكاثر في الأبصال. الأبصال اللي مثل ما انتم شايفين الصورة عندكم، هاي شكل الأبصال التوليب. الأبصال هي نوع من أنواع أو طريقة من طرق تكاثر النباتات. في عنا إحنا الأبصال اللي بنأكلها مثل التوم والبصل اللي بنأكله في الطبيخ، هاي من أول أنواع نباتات اللي تأكل أبصالها. لحتى أقرب لكم الصورة وتفهموا إيش يعني أبصال. فبما أننا بنعرف الأبصال، فبالتالي رح أحكي لكم إنه في نباتات زينة أو مزهرة تتكاثر كمان في الأبصال، مش بس النباتات اللي بنأكلها. منها التوليب زي ما حكيت لكم، والنرجس، هاي النرجس، هاي زهرة النرجس. طبعا النرجس والتوليب في إلها أشكال وألوان مختلفة. هاي عندنا كمان هاي نرجس. التوليب في من عندكم هذا الشكل، هذا الشكل، وهاي من أصناف التوليب كمان. ومش هاي الأنواع حصرا اللي عندي، في ألوان وأشكال تانية مختلفة للنرجس وللتوليب. هذا نوع التوليب وهذا النوع أو اللون من التوليب، وفي كمان اللون الأسود متوفر. وزي ما حكيت لكم النرجس كمان من هاي الأنواع. هاي شكل أبصال النرجس، أنا زرعيتهم بهذا الأوار، ما أنتوا شايفين أوار خشبي على شكل بوكس. وفي عنا نبتة أو زهرة الهايسن، هاي اسمها هون الهايسن. كمان في منها ألوان، في منها الأزرق، في منها الأصفر، في منها الأبيض، وعدة ألوان من خاصين من عندي الألوان الثانية، باقي هذا اللون فقط. كمان بيتكاثر في الأبصال، هاي شكل بصلته. أكيد الكل بحب نباتات الزينة يزرعها لحتى يستمتع في زهورها، لهيك أنا أصريت أني أجيب لكم مجموعة وأحكي لكم عن مجموعة من النباتات اللي بتتكاثر أو بتنزرع في فصل الشتاء، بتتكاثر في فصل الشتاء وبتزهر ممكن فصل الشتاء. زي ما حكيت لكم أنا حكيت عن هاي الأبصال بمجموعة من الستوريات، ممكن مش الكل بتابع الستوريات، لهيك حبيت أوثق لكم إياها بمجموعة بفيديو يضل ثابت بالصفحة وتشوفوا يوصل لأكبر عدد من الناس. ومثل ما حكيت لكم في عنا هاي كمان، هذا النوع ما ذكرته اللي هو الفريزيا، برضو في منه ألوان مثل ما أنتم شايفين، وشكل زهرته كتير حلوة. في مجموعة من الصور لبعض الأبصال اللي زرعتها عندي بتجربتي الخاصة، بتقدروا تشوفوها تأكدوا انه هاي الأبصال رح تزهر عندكم. الأبصال تحتاج برودة قبل ما تنزرع، لهيك تأكدوا اذا الأبصال ماخدة درجة برودة مناسبة قبل ما تنزرع، فهي بالتأكيد رح تزهر عندكم ان شاء الله، طبعا مع العناية الصح ومع عدم اكثار المية او اللي بتأدي لخمج البصل وعدم نموه أو وجود حشرات في التربة بتاكل هاي البصلة. ويعطيكم العافية، واتمنى انه الفيديو يعجبكم، انشروه او اعملوا منشن للناس اللي بتحبوا انه توصلها هاي المعلومات او بتلاقوها مهتمة بهذا الاشي. ويعطيكم الف عافية.